اللهم ارحمنا جميعا. بدأ لبدء نرحب بحضور الكريم من السلطة التنفيذية ومن الأمن بكل أطيافه ومن السلطة التشريعية. لذلك نرحب بمن ساعدنا ووقف بجانبنا لإنجاح هذا العرس الوطني الذي تسالم مع خطاب الملكي. فنرحب بكم جميعا سيداتي سادتي، ونرحب بالأخ مستشار السيد وزير العدل الأستاذ شاكر لقمان الذي شرفنا ممثلا. الذي أبى إلا أن يحضر معنا هو يمثل السيد وزير العدل الذي هو في مهمته في الخارج، وكان سيحضر معنا. نشكره جزيل الشكر. وكذلك نرحب بالأخ الأستاذ محصرم النائب البرلماني رئيس هذه المؤسسة التي استضافتنا. نحن في إيادتها الأخ المحترم عزيز الضباع. وفي الحقيقة قبل وبعد وآنيا وحاليا ومستقبليا نرحب بالشرفاء العلويين الكرام الذين أبوا إلا أن يشاركوا لنا من مدينة الإسماعيلية، مدينة مكناس، وهنا لتلبسي هذه الروح الوطنية الجياشة العظيمة التي أبت منظمة جبهة الشمس الصحراوية في العالم إلا أن تظهر للجميع أنها منظمة ملكية تحت الشعار الملكي، تحت الرعاية السامية لسعد جلالة، تحت شعار الله الوطن الملك. نرحب كذلك بالسيد رئيس الجهة، وإن كان له سيد محمد العنصر الذي له اجتماع عام الآن وتعذر عليه واعتذر لنا، لكن إن كان غير حاضر قالبا فهو حاضر معنا قلبا. نشكره جزيل الشكر على مساعدته القيمة لهذا الحدث العرس الوطني العام العظيم الذي يكرس التوجيهات الملكية السامية. ولهذا نشكر كذلك ونرحب بالأخ حسن الخطابي وهو منسق جهات الرباط إنسان فعال الذي يعمل بجد ونشاط وبروح وطنية عالية. ونرحب كذلك ونرحب كذلك بالأخ المحترم المناضل الكبير الأخ نور الدين بلالي الذي هو بجانبي، وهو المناضل الذي أبى إلا أن يكرس وينفذ ويؤشرع ويفعل التوجيهات السامية الملكية السامية. أحب من أحب وكريم من كريم. لكن جنود الخفاء يجب أن لا ننساهم، لأنهم هم الذين جعلوا من هذه المنظمة منظمة وطنية بل دولية، وهم منسقي الجهات ومنسقي الأقاليم والمنسقي المحليين الذين يعملون ليلا نهارا من أجل رفع قيمة هذه المنظمة. وفي رفع قيمة هذه المنظمة هي رفع لقيمة هذا البلد وتلميع لصورة هذا البلد على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي، وكذلك تلميع للتوجيهات الملكية السامية. لأن جلالة الملك أبى إلا أن يجعل من هذا البلد بلدا ناميا متناويا بل متقدما على جميع المستويات. أحب من أحب وهو الجميع من كريم. شكرا للجميع وللحضور الكريم وكل من ساهم معنا. والآن
سننتقل مباشرة لكي نعبر عن روحنا الوطنية الجياشة إلى النشيد الوطني، فلنقف جميعا للنشيد الوطني. السيد نائب وزير العدل والحريات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لمنظمة جمع الشمس الصحراوية في العالم من أجل تنظيم هذه الندوة الوطنية تحت شعار الشباب ورهان التنمية المستدامة. أولاً، نحن جد سعداء في مدينة فاس لاحتضان هذه الندوة الوطنية. فمدينة فاس مدينة علمية، مدينة ثقافة، ترحب بجميع الحضور. مرحباً بكم في أحضان مدينة فاس. بداية، اختيار هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة، الشباب ورهان التنمية المستدامة. فكما تعلمون، خطب جلالة الملك دائما وأبدا تتحدث عن إدماج الشباب في المنظومة، سواء في الجمعيات، في الأحزاب، أي فيما يخص كل ما يتعلق بتسيير البلاد. نحن جد سعداء كذلك من خلال الندوة، والتي ستحاول أن تجيب على عدة أسئلة متعلقة بالشباب، سواء أي دور للشباب في تدبير المجالس المحلية، دور الشباب في تكريس الديمقراطية. إذن الأساتذة الباحثين، جميع الحضور الكريم، نتوخى ونرجو أن تجيبنا هذه الندوة على مجموعة من الأسئلة. أولا، سأحاول حقيقة أن أتطرق إلى موضوع الشباب في عجالة، حتى أدع فرصة للدكاترة للتحدث عن هذا الموضوع. نحن